توقع دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن يوافق مجلس الأمن الدولي على تشديد العقوبات على كوريا الشمالية الجمعة. من جانبه أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية أن الولايات المتحدة مستعدة لحسم الخلافات مع بيونغ يانغ من خلال المسار الدبلوماسي. أمسك مجلس الأمن الدولي بالعصا في يده في مواجهة البرنامج النووي لكوريا الشمالية. الأمين العام للأمم المتحدة حث الدول الأعضاء في المنظمة الدولية على الالتزام بتطبيق أي عقوبات على الدولة الشيوعية حال صدور قرار بهذا الشأن. It is again very important for... أكرر أنه من المهم على جميع أعضاء الأمم المتحدة الامتثال لهذا القرار بما فيهم كوريا الشمالية. هناك حالات سابقة فرض فيها مجلس الأمن قرارات ولم يتم تطبيقها. الرجل يبدو أنه يمهد للقرار الذي اتفقت عليه الدول الكبرى بشأن تجديد العقوبات على بيونغ يانغ، لكنه يشير أيضا إلى عدد من القرارات السابقة والتي لم تحرك ساكنا لدى النظام الكوري الشمالي الذي مضى في الطريق النووي. القرار الجديد ترى القوى الغربية أنه قد يكون له تأثير على وقف الطموح النووي لبيونغ يانغ، بينما ترى الولايات المتحدة أنه أحد الوسائل المتاحة مع الحل الدبلوماسي للتعامل مع النظام الشيوعي في كوريا الشمالية. من مصلحة جميع الأطراف المعنية أن تختار كوريا الشمالية الطريق الدبلوماسي بدلا من المواجهة. المبعوث الأمريكي تحدث أيضا عن تصميم بلاده وحلفائها في آسيا على التصدي لما سماه بالتهديد المتصاعد من قبل بيونغ يانغ، إلا أنه قلل من شأن إعادة كوريا الشمالية على اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. كل الشواهد تقول إن العقوبات هي سبيل القوى الكبرى لإيقاف كوريا الشمالية عن ممارساتها النووية والصاروخية والتي قطعت فيها شوطا كبيرا، كما تصمم على المضي قدما في هذا الطريق. ويرى بعض المراقبين أن التأثير الأكبر لأي قرار دولي جديد سيكون على اقتصاد بيونغ يانغ الذي لا يسير بنفس سرعة الصواريخ الكورية الشمالية. إسلام وحيدين، بي بي سي.